أهلا بكم مشاهدينا، والآن نفتح الملف الأبرز للنقاش. يعتزم قادة كل من روسيا وألمانيا وفرنسا عقد قمة في اسطنبول دعا إليها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان حول سوريا، وسط قلق إيراني من استثناء طهران من القمة الرباعية التي من المقرر أن تنعقد في 27 من الشهر الجاري. من المقرر أن تعقد في اسطنبول في 27 من الشهر الجاري قمة رباعية بين الرؤساء كل من روسيا وألمانيا وفرنسا مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة الوضع السوري بشكل عام وإدلب بشكل خاص. الكرملين أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة عمل إلى تركيا للمشاركة في القمة، مبينا أنه سيتم خلالها تبادل الآراء حول القضية السورية بما في ذلك مسألة تحريك عملية التسوية السياسية والخطوات المقبلة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وخلق الظروف لعودة اللاجئين وإعادة إعمار البنية التحتية على حد وصفها. بدورها المتحدثة باسم الحكومة الألمانية قالت أن المستشارة أنجيلا ميركل ستحضر قمة اسطنبول، موضحة أن مناقشتها مع رؤساء فرنسا وروسيا وتركيا ستركز على الوضع في إدلب وتطبيق اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اشترط من أجل المشاركة في القمة الرباعية الالتزام بعدم شن أي عمليات هجومية في محافظة إدلب، وأشار بيان لمكتب ماكرون أن فرنسا تريد ضمان استمرار وقف إطلاق النار في المحافظة لمنع حدوث كارثة إنسانية جديدة وإعطاء زخم جديد لمحادثات السلام. أما فيما يتعلق بإيران، يبدو أن هناك استبعاد لها في هذه القمة التي جاءت بدعوة من أردوغان. مصادر مقربة من النظام الإيراني قالت إن قلقا يسود أوساط النظام بسبب استثنائه من الدعوة لحضور القمة، وهو أحد الأطراف الضامنة لاتفاق أستانا، خاصة مع المطالب الإسرائيلية والغربية المتكررة بخروج قواته من سوريا. ويشكك محللون حول إمكانية أن تسهم القمة الرباعية في إحراز تقدم في الملف السوري، خاصة فيما يتعلق باتفاق إدلب، والذي فشل النظام التركي في إنجاز أهم بنوده المتمثل في انسحاب الإرهابيين من منطقة الاتفاق وتلويح النظام السوري بخيار الحسم العسكري الذي عبر عنه وزير خارجية النظام وليد المعلم بالقول إن إدلب يجب أن تعود إلى سلطة دمشق مهما كان التضحيات. وللحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الملف، يسعدني أن أرحب بضيفاي معي من مدريد الأستاذ صلاح قراطة كاتب ومحلل سياسي، ومن أنقرة الأستاذ طه عودة أوغلو كاتب ومحلل سياسي أيضا. ضيفاي الكرام، أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. أستاذ طه، مساء الخير. أستاذ طه، يبدو بأن أستاذ طه غير جاهز. أستاذ صلاح قراطة، مساء الخير. أستاذ صلاح، أستاذ صلاح تسمعني؟ نعم، أسمعك جدا. مساء الخير أستاذ صلاح. مساء النور. الآن يتم الحديث عن قمة رباعية ستنعقد في 27 المكان اسطنبول، يعني ما معنى هذه القمة أو ما هي أهدافها؟ لك أن تضعنا في صورة قراءتك لهذا المشهد أستاذ صلاح. نعم، أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك سيدي الكريم. صحيح بسيط، وفق وجهة أو معلوماتي أنها ليست تركيا هي من دعا هذه القمة الرباعية، نعم هي من كان قد دعا، وذلك قبل قمة سوتشي التي أحدثت أو أنتجت التفاهم الثنائي المسمى بنزع السلاح. في حينها وزير خارجية روسيا قال أنه سيزور تركيا ليلتقي نظيره التركي لبحث هذه القضية. أما عن القمة الرباعية كما تفضلت حضرتك وعودة لسؤالك الكريم، فأنظر إليها على أنها قمة مساعي دولية لن تنتج شيئا، بقدر ما أراها أيضا أنها مجهضة، لأن الأطراف الأربعة المشاركة بها كلها رؤيته وفق مصلحته، ولا أحد يبحث عن مصلحة السوريين مجتمعين، الدولة السورية، الوطن السوري، الشعب السوري. طيب، وكأنك حابب تقول كل يغني على ليلاه. أستاذ صلاح قراطة، خليني ارجع لعند ضيفي من انقرة. خليني بعدين برجع لعندك، مو مشكلة. اطلت على الاستاذ طه. استاذ طه مساء الخير. مساء النور.
أستاذ طه، الآن يعني الدعوة لقمة رباعية بين أربع دول، التاريخ 27 الشهر الجاري، المكان اسطنبول، يعني برأيكم ما أهداف هذه القمة المرتقبة الرباعية بين هذه الدول؟ نعم، يعني كما تعلمون يعني هذه القمة كانت مقررة في شهر أيلول الماضي، ولكنها تأجلت بسبب التطورات الأخيرة في إدلب. لاحظنا خلال الفترة الأخيرة كان هناك اتفاق تركي روسي في متعلق بسوتشي، وتم تجنيب مدينة إدلب من كارثة إنسانية. هذه القمة أعتقد هي سوف تكون مكملة للاتفاقيات أو الاجتماعات التي عقدت في الفترة الأخيرة. سوف تبحث بالدرجة الأولى الوضع في إدلب، وكما تعلمون أن الرئيس الفرنسي هو اشترط مشاركته في هذه القمة في حال عدم شن هجوم على إدلب. النقطة الأخرى موضوع العملية السياسية في سوريا والأوضاع بشكل عام داخل سوريا، كل هذه الأمور سوف تكون على الطاولة. طيب يعني ما الجديد أستاذ طه، ما الجديد التي ممكن أن تفرزه هذه القمة أو اللقاء المرتقب، مع العلم بأن روسيا ودمشق تتهمان تركيا بأنها لم تفي بالتزاماتها لغاية هذه اللحظة من خلال فصل التنظيمات الإرهابية أو إخراجها أو الحديث عن مصيرها في أقل تقدير كما يقال أستاذ طه؟ نعم، يعني حاليا الوضع في إدلب هو ليس بالوضع السهل. تم يعني قبل 15 من هذا الشهر ترك أو إجبار هذه الفصائل على تسليم أسلحتها الثقيلة، ولكن انسحابها هناك بعض الفصائل ما زالت ترفض، هناك حالة من الإقناع. أعتقد أن الروس تقبلوا يعني الفكرة التركية بأن أو هذه الجهد التركي، وقال بأن الأمور من ممكن أن تستغرق وقت. إلى حتى هذه اللحظة هناك اتفاق تركي روسي في هذه القضية، خاصة أن الأتراك يعني حاليا يعني منذ تقريبا يعني اتفاق منذ 17 من أيلول الماضي هناك جهود جبارة أبذلتها أنقرة من أجل إنجاح هذا الاتفاق. وكما تعلمون الاتفاق هو يعتبر مصيري بالنسبة لأنقرة، خاصة كما تعلمون أيضا أن الروس يعني هم سيطرون بشكل كامل على المشهد السوري. واللافت في هذه، إذا سمحت لي، في هذه القمة، وأعتقد أن الروس منزعجين من هذه القضية، وخاصة أن هذه القمة هي تجمع دول أخرى أوروبية كفرنسا كألمانيا، وأعتقد يعني أن هذه هي هذا الجديد في هذه القمة، بأن الوضع في سوريا إن كان في إدلب أو في مناطق أخرى لن يكون محصورة أو مقتصرة في يد أنقرة أو في يد موسكو، وإنما سوف تكون هناك دول أخرى كألمانيا كفرنسا، أن تكون هناك الوضع أممي يعني فيما يتعلق إذا تحدثنا عن الحل أو العملية السياسية في سوريا خلال المرحلة. طيب الحل، الحديث عن عملية سياسية وحل، يعني أربع دول فقط ومنها دولتان مشاركتان بشكل كبير في تأزيم وتأجيج الصراع في سوريا. اسمح لي أن أعود إلى الأستاذ صلاح قراطة. أستاذ صلاح، يعني حضرتك أشرت وكأنه يعني كل من يغني على ليلاها، الآن روسيا دفعت منذ البداية بملف اللاجئين وإعادة العمار على طاولة القمة المرتقبة. إذن أستاذ صلاح في هذه الجزئية لو سمحت. ليس هذا فقط، روسيا بدبلوماسية رفيعة واضحة مكشوفة، دعني أقول كلمة مكشوفة بين قوسين، لم تقل حاليا إعادة العمار بقدر ما إعادة تأهيل البنية التحتية، وهذا التفاف ذكي على رفض أمريكي غربي لموضوع إعادة العمار في الظروف الحالية. روسيا تتصرف بذكاء، في حين أن روسيا ومنذ اللحظات الأولى لجوب الأزمة السورية التي تتحول حرب رهيبة كانت قد وقفت في جانب الحكومة السورية لأنها تنظر إلى أنها شرعية، وكلنا يعلم كم التي قامت به موسكو في مصلحة دمشق قبل أن تدفع بأمنها أو ما سمته إسنادها الجوي بدءا من 30/9/2015. سيدي الكريم، لاحظ حضرتك أنني كنت قد بدأت معكم أن موسكو هي من كان قد تحرك حتى قبل تركيا لهذه القمة الرباعية، لكنها في حينها وقبل قمة سوتشي التي جمعت الزعيمان التركي والروسي، أمريكا قالت في حينها أنها تعارض عقد هكذا قمة لأنها من شأنها أن تنقذ أو تمد فوق النجاة لموسكو الغارقة في المستنقع السوري. أوروبا قالت لسنا مع
أي قمة حالية تجمع أطراف دولية من شأنها مناقشة الوضع السوري قبل أن نتفق على عملية سياسية من شأنها الحرب. فرنسا على وجه التحديد قالت لن نشارك في قمة دولية من شأنها كما أسلفت إليه منذ لحظات قبل أن يعود أن تعود التهدئة وشكل خاص إلى إدلب. نعود لنقول ونؤكد أن كل الدول أو الأربع دول الحالية التي تشارك وأمريكا وغيرها خارج المشاركة حاليا لكن بصماتها بادية على ما سيحدث يجعلنا نعتقد أن القمة مجهدة سلفا لجهة. طيب خليني في هاي النقطة أسأل ضيفي من أنقرة على ليلى. نعم أنت حضرتك اليوم عم تأكد على هاي النقطة كثير أستاذ صلاح. أستاذ طه يعني حول مدى التفاؤل مدى التفاؤل الموجود لنجاح مثل هذه القمة مع العلم بأن قمات كثيرة ابتداء من جنيف بمسمياتها وأستانا بمسمياتها وكل القمم التي شهدتها حول إيجاد حل ما للملف السوري باءت بالفشل إلى هذه الجزئية أو لغاية هذه الفترة الراهنة. يعني بتصور يعني أنه الحاجز الدول يعني وخاصة هنا على وجه الخصوص روسيا وأنقرة حاجة كلتا الدولتين لنجاح هذه القمة هي موجودة حتى اللحظة وهذا ما لاحظناه خلال قمة سوتشي وما تبخض عنها من تطورات كما تعلمون كان هناك فترة معينة العاشر ومن ثم الخامس عشر من اكتوبر الجاري ولكن تم تمديد هذه المدة. هذا يعني بأن كده الطرفين على الرغم كل بلد لها رؤيتها المختلفة وفكرتها ولكن هم يتفقان يعني على قضية. طيب خلينا نحكي عن موضوع نقاط الخلاف أستاذ طه. إذا موضوع نقاط الخلاف بين هذه الدول الأربعة التي ستجتمع وتعقد قمة رباعية كما أشرت حضرتك. يعني حاليا الوضع يعني حاليا النقطة الأساسية التي سوف تكون هي مجال بحث هو الوضع في إدلب. أعتقد الوضع في إدلب حاليا الكرة هي منذ البداية يعني منذ قمة سوتشي هي في ملعب أنقرة والجميع دعم الأتراك في هذه القضية خاصة كما تعلمون أن دول كفرنسا وكألمانيا هم دول أوروبية وفي حال شن حرب يعني هذا ما نضع خط عريض تحت تصريح الرئيس ماكرون عندما قال أنه لن يحضر هذه القمة في حال تم شن حرب وكان الهدف وهذا إشارة واضحة لأنه لن يقبلون لاجئين على أراضي من كانت فرنسا إن كانت ألمانيا وهذا هو سبب الدعم الأوروبي لأنقرة. طيب إذن أستاذ طه إذن لماذا هذه النقاط العالقة من ضمن الاتفاق حول المنطقة العازلة على موضوع الإرهابيين ومصير الإرهابيين مع العلم بأن تقارير إعلامية وأشرطة مصورة خرجت من إدلب تقوم جبهة النصرة من خلال تواجدها في هذه النقطة بفتح ودعوة الناس للتطوع للقيام بعمل عسكري مع الأيام المقبلة. يعني هناك تناقض في الطرح وفي الآلية وحتى النقاط التي سيتم مناقشتها أستاذ طه. يعني أعتقد يعني موضوع جبهة النصرة هو ليس بالموضوع البسيط هو موضوع يعني كما ذكرت لك داخل جبهة النصرة هناك أفرع وهناك فرق عديدة تركية استطاعت أن تدخل إلى هذه يعني الجبهة وأن تقنع البعض هناك من وافق هناك ما زال يرفض. يعني أعتقد هذه هي ليس هي المعطلة الأساسية يعني وجهة نظري أعتقد أن موضوع إدلب وما حصل حتى هذه اللحظة هو بالأمر الهين ولكن المرحلة المقبلة أو الخطوة المقبلة هي الأصعب في المرحلة القادمة وهذا السبب. طيب دعنا نأخذ وجهة نظر الأستاذ صلاح في هذه الجزئية لو سمحت لي. أستاذ صلاح قراطة يعني بدي منك تعقيب على ما تفضل به حول وجود التنظيمات الإرهابية وفتح جبهة النصرة باب التطوع للشبان للقيام بعمل عسكري أو عملية عسكرية مرتقبة في إدلب. يسعدني أن أقول أني في أول ظهور معكم على شاشاتكم كان هناك لقاء بين وزيري خارجية تركيا وروسيا في موسكو وتحدثا من خلاله على أمكانية سحب سلاح جبهة النصرة وفي حينها قلت لن يتم الاتفاق وإن تم فلن تجيب هذه الجبهة الإرهابية للمتطلبات الدولية التي من شأنها أن تحد أن تحد قليلا من الأزمة السورية وبشكل خاص على البقعة الجغرافية المتمثلة في إدلب حاليا. هذه القوة إنما دفع بها إلى المنطقة إلى سوريا
لتخريب أي اتفاق من شأنه أن يقف حائلا دون هدر الدماء. هناك سوريون حتما وهناك أجانب. السوريون يمكن أن نتفاهم معهم بشكل أو بآخر عبر تسليم السلاح، عبر تسويات، عبر مصالحات، عبر محاكمات أو عبر اللجوء إلى الميدان. أما الآخرين وهم الأجانب وبشكل خاص القادة، وهم من مصر غالبيتهم اثنان من القادة جبهة النصرة من مصر، يصرون على استخدام السلاح لآخر لحظة. العالم لن يستقبلهم ولن يرحب بهم، وإن المحاكم إن حدثت هناك محاكم في انتظارهم. لذلك هم يجيشون، يحاولون اللعب على العواطف، يحاولون استثمار كل ما هو حتى غرائزي. طيب ماذا عن تركيا أستاذ صلاح؟ نعم يعني كلامك في غاية الأهمية وقيم جدا، ولكن ماذا عن الاتفاق المبرم بالأساس بين الدولتين روسيا وتركيا في موضوع ما يتعلق بالقضاء أو تصفية أو حتى إخراج التنظيمات الإرهابية المعروف لدى الجميع بأن لتركيا اليد العليا في رسم مصيرها أستاذ صلاح؟ دعني أتحدث نيابة أو وفق ما قرأنا أو سمعنا، ولا في مكان الإنابة، أنا آسف لهذا التعبير. فضل. أن مستشارة ألمانيا تحدثت، أنها متحدث باسمها، قال أنها ستحضر القمة الرباعية، وقالت أن لروسيا دور هام وأساس كونها تدعم وتقف في مصلحة الحكومة السورية، إلا أن الدور الهام أيضا يتوقف على دور تركيا كونها هي الضامن بشكل أو بآخر للتنظيمات المسلحة الموجودة على أرض إدلب. وعليه نحن متفقون، إدلب تركيا أو الحكومة التركية حتى هذه اللحظة لم تستطع أن تفي بما التزمت به في اتفاق سوتشي. وكنت قد أعلنت سابقا عبر قناتكم الكريمة هذا، أن تركيا لن يكون لها إلا إن كانت هي من وضع هذه التنظيمات في الداخل. روسيا الرسمية عبر وزير خارجيتها ومنذ أيام قالت أننا تجاوزنا يوم 15 ربما بيوم أو يوم، لكن الثابت والظاهر حتى الآن أن هذه القوة الإرهابية ليس من شأنها أن تستجيب. وبناء عليه أقول أننا ولو بعد حين وأنا أعرف كيف تفكر دمشق وكيف تفكر حكومة. نعم أستاذ صلاح، سنكون مع عمليات عسكرية ولو كان محدودة. نعم أستاذ طه، بالعودة إليك، يعني الآن الملفت هنا للانتباه استبعاد إيران من هذه القمة، مع العلم بأن إيران كانت الدولة الضامنة الثالثة لكل اتفاقيات الستانة. لماذا هذا الاستثناء واستبعاد طهران من هذه القمة المرتقبة في اسطنبول؟ يعني في البداية يعني هذه القمة ليست خلال هذه القمة، القمة التي كان مقرر عقدها في أيلول الماضي كانت هي دعوة تلك الدول، يعني إيران كانت غير موجودة. أيضا قمة سوتشي، يعني بعد قمة طهران بأيام، بسبعة أيام، كان هناك قمة في مدينة سوتشي الروسية عقدت ما بين الرئيس أردوغان وبوتين، وكانت هناك إيران غير موجودة. نعتقد هذا الاستثناء ليس جديدا منذ الفترة التأجيل ومنذ قمة سوتشي الأخيرة. طيب أستاذ طه، يعني الآن يتم استبعاد إيران ومسار رباعي روسي ألماني فرنسي تركي حول سوريا من اسطنبول، هل سيكون هذا التحرك خلفا لأستانا أم ماذا؟ يعني بتصوري ليس خلفا لأستانا، ولكن هو سوف يكون هو مكمل لأستانا، سوف يكون متوازي أو متوازي مع مؤتمر أو مفاوضات جنيف. ولكن يعني حاليا يمكن تسألنا السؤال، يعني لماذا الولايات المتحدة غير موجودة؟ أعتقد الولايات المتحدة سوف تكون موجودة يعني بمراقبتها ومتابعتها لهذا القمة وهذه القمة. يعني أعتقد أي تطور يخص الملف السوري هو لن تحكمه أنقرة أو موسكو أو تلك الدول، هي في النهاية سوف تكون تحت مظلة أممية، الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. أعتقد هي الختام أو النهاية سوف تكون بمظلة الأمم المتحدة أو مظلة الدولية التي هي سوف تقرر يعني مستقبل سوريا في المرحلة المقبلة. طيب أستاذ طه، هل هناك لديك معلومات حول طبيعة أجندات هذه الدول في هذه القمة التي ستفرض على الطاولة؟ هل سيكون من ضمنها الحديث عن لجنة الدستور وعملية الانتخابات ومصير النظام القائم في دمشق أم ماذا؟ يعني هناك العديد، يعني كما ذكرتك هذه المواضيع، وحسب يعني الرئاسة التركية ما
أعلنت عنه خلال هذه قبل أيام خلال بيان بأن موضوع عدم سوف يتصدر المشهد موضوع العملية السياسية الأوضاع بشكل كامل عودة اللاجئين السوريين يعني قضايا أخرى يعني هي تهم تلك الدول أو الدول المشاركة في هذه القمة. أعتقد هذه القمة سوف تكون يعني نتائجها سوف تكون مهمة للغاية خاصة أن هناك تم قطع شوط كبير في يعني الوضع السوري وخاصة إن تحدثنا عن تركيا وروسيا وإيران أيضا خلال تقريبا مفاوضات السنة خلال عام ونصف من الآن تم تحقيق يعني هناك إنجاز صح التعبير في موضوع خفض التصعيد داخل سوريا حاليا هدوء نسبي في بعض المناطق. أعتقد أن الحديث سوف يكون في المرحلة المقبلة بعد يعني تحقيق موضوع أو الوصول إلى نتيجة معينة في إدلب عن العملية السياسية داخل سوريا خلال المرحلة المقبلة. نعم أستاذ صلاح قراطة، يعني برأيكم لماذا يتم استبعاد إيران في هذه الفترة عن قمة رباعية مرتقبة في إسطنبول؟ وهل بالفعل الآن الأمور يعني كما أشار إليها الأستاذ طه مع العلم بأن ما زال هناك تنظيمات إرهابية في إدلب وهناك جيش احتلال تركي في الشمال السوري أيضا إلى نقاط مراقبة وتواجد عسكري ودعنا نقول تنظيمات مصنفة ومدرجة على لائحة الإرهاب العالمية هنا حزب الإسلام التركستاني وتنظيمات أخرى أستاذ صلاح؟ سيد الكريم أختلف مع ما تفضل به ضيفك مع احترامي الشديد لرأيه. أولا بالنسبة لسؤالك استبعاد طهران أو إيران من القمة هذا يأتي استمرارا أو متابعة منطقية لفشل القمة الثلاثية التي سبقت قمة سوتشي. إيران إن حدثت تسوية حقيقية أنتجت صلحا يمهد التسوية أعمق وأشمل وأكبر، إيران سيترتب عليها التزامات من شأنها ضمن الرؤية الدولية التي سوق بها أو لها أمريكا بضغط من الربيبة إسرائيل بين قوسين عليها أن تخرج. وعلي أرى أن إيران ليس بمصلحتها الآن أن تحقق أي تسوية، لذلك تم استبعادها. أما ما تفضل به الأخ من إسطنبول فيما أعتقد الدول الأربعة المدعوة إلى القمة القادمة لم تتفوه بكلمة أو بحرف عن اللجنة السورية، وهذا سؤال وجهته حضرتك إليه لكنه طاف حوله ولم يدخل في عمقه. إذا لاحظنا أن الكرملين أعلن يوم الخميس أن الرئيس الروسي سيتوجه إلى القمة الرباعية وسيتحدث عن إعادة تأهيل البنية التحتية. تركيا تتحدث بذات الوقت عن تأهيل البنية التحتية في الشمال من جهة وفق صحفها وفق دبلوماسيتها تتحدث تركيا عن العملية السياسية وإيجاد الحلول الملائمة دفعا لمسار ما اتفق عليه في سوتشي. تركيا تبحث عن جهود ملائمة. أما فرنسا وألمانيا يتحدثون جميعا عن إمكانية وقف تدفق اللاجئين فيما لو كان هناك عمل عسكري قادم في إدلب أسوة بما قام سابقا في نهايات عام 2016 في حلب. فرنسا وجدت تأكيد ومكتب إيمانويل الرئيس الفرنسي أو حتى هو نفسه تحدث يهمنا استمرار إطلاق النار في إدلب على ومشروط ذلك، يعني ليس دمنا كسوريين بقدر أن لا يحدث موجة لاجئين جدد باتجاه أوروبا. نعم أستاذ صلاح ضيفي من مدريد، يعني حقيقة في ظل هذه الرؤى المختلفة يبدو بأن الوضع السوري يبدو عالقا وعدم اتفاق وصعوبة التوافق على الخطوة الأخيرة لحل الأزمة السورية. ضيفي من مدريد الأستاذ صلاح قراطة كاتب ومحلل سياسي، شكرا لك على كل الإضاءات التي أنرت الحلقة بها، وشكر موصول لك ضيفي من أنقرة الأستاذ طه عودة أوغلو كاتب ومحلل سياسي على كل ما تفضلت به، وشكر لكم مشاهدينا على طيب وكرم وحسن متابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.